يعتبر المخيم الصيفي الذي ينفذه مركز الفنون والثقافة والموروث الشعبي للأطفال في عدن فرصة ممتازة لتعليم الأطفال الرسم والتراث العدني والموروث الشعبي من الألعاب والأغاني، ويهدف هذا المخيم إلى توفير بيئة تعليمية ممتعة ومفيدة للأطفال خلال فترة العطلة الصيفية، ويعتبر التعليم عن طريق الرسم والتعرف على التراث العدني والموروث الشعبي من الألعاب والأغاني أمرا مهما لتنمية مهارات الأطفال الإبداعية والثقافية، ووسيلة فعالة للتعبير عن الأفكار والمشاعر التي تساعد الأطفال على تطوير مهاراتهم الحركية الدقيقة والتركيز. طبعا هذا المخيم نعمله كل سنة، نشجع الأطفال في الرسم والابتكار كيف يصنع لعبتهم من بقايا النفايات زي اللعلب العصير بالحاجة هذه، يعني نشجع الأطفال. طبعا ما شاء الله قابلية كانت كبيرة لنا في هذا، وطبعا المخيم مركز الفنون والثقافة هذه طبعا فيها أشياء كثيرة حلوة، فيها في دورات غير الرسم، فيها موسيقى، فيها كل شيء، بس مخيم الطفل هذا يعطي تحفيز الطفل، يعني يتعرف على أشياء جديدة، كيف يعني يصنع لعبته من بقية النفايات زي علب العصير، الجوارب اللي قدم انتهي نعمل كيف تسوي، يعني كيف يصنع عروسة منها، كيف يعمل سيئات من الكرتون. يسعى المخيم إلى تعليم التراث العدني والموروث الشعبي الذي يساهم في تعزيز الانتماء الثقافي للأطفال وتعريفهم بتاريخ وثقافة مدينتهم. يتعلم الأطفال من خلال الألعاب والأغاني القديمة والعادات العدنية على الشخصيات الهامة في تاريخ عدن والقصص الشعبية المحلية، ويعتبر هذا التعليم ممتعاً ومثيراً للاهتمام عند الأطفال، حيث يتعرفون على ثقافاتهم بطريقة تفاعلية وشيقة. شاركت بالمركز بالإجازة الصيفية وصراحة أفادني كثير من تراث عدن ومن حاجات كثيرة ومن الرسم كمان وفنون يدوية. أحب الرسم وشاركت بهذا المكان عشان أستفيد حاجات كثير، واستفدت حاجات كثير منها صناعات اليدوية ورسم المنارة، والمخيم الصيفي استفدت منه حاجات كثير، ويا ريت الأطفال يشاركوا المخيم الصيفي عشان يفيدهم كل حاجة وحاجات كثير كمان. يقدم المخيم الصيفي للأطفال في عدن أنشطة متنوعة تشمل ورش عمل للرسم والتلوين والألعاب العدنية التقليدية، كما يتعلم الأطفال الأغاني الشعبية العدنية ويشاركون في فرق غنائية صغيرة لأداء هذه الأغاني، إلى جانب الابتكارات في إعادة تدوير النفايات واستخدامها في صناعة المجسمات. شاركت بالمخيم الصيفي والصراحة فادنا كثير، ورسمنا المنارة ورسمنا أشياء كثير حلوة، وتكلمنا عن اليمن القديمة. إن شاء الله كلكم تشاركوا في هذا المخيم الصيفي. أنا شاركت عشان استفدت حاجات كثيرة مثل الرسم، مثل الألعاب، مثل حاجات كثيرة مثل المرارة والثقافة الشعبي والأغاني والألعاب والحاجات الجميلة. أحب الرسم، هوايتي كمان الرسم، وش تطلع وأنا أكبر الرسم، وتعرفنا على حاجات كثيرة وتعرفت على صحبات. يعتبر المخيم الصيفي للأطفال في عدن فرصة رائعة للأطفال للاستمتاع بالعطلة الصيفية، وفي الوقت نفسه تعلم مهارات جديدة واكتشاف ثقافاتهم العدنية، حيث يساهم في تنمية شخصية الأطفال وتعزيز قدراتهم الإبداعية والثقافية. ويعتبر هذا المخيم استثمارا قيما في مستقبل الأطفال وتطويرهم الشامل. أمة الرحمن العفوري، لقناة سهيل الفضائية، عدن.